معكم كابتن عزيز مونجي، فيديو جديد في يوم الاربعاء 13 ديسمبر. لسه واحد سب من شويه محترم ابن حلال كان بيقول لي يا كابتن عزيز انا اخذت راحه 3 ايام، فينفع اعمل جنرال يعني تتشغل عضلات جسمك كلها؟ قلت له لا. قلت له لو اخذت راحه يومين او ثلاثه اعمل تمارين الاحماء، ان انت تسخن 3 دقايق او 5 دقايق على السر، تمشي شويه شويه، وبعد كده تسخن بالدمبل بالكيلو او ب2 كيلو، تمام. اما الجنرال ده انت تلعبه بتنرجو التفاعل واللايكات والدعم، هيهم كل البنات لكل الناس اللي بتمرنوا في الجيم، كلام مهم جدا جدا. يعني امتى نلعب تمارين الجنرال اللي هو تشغل الصدر على ظهر على كتف على تراي على باي على رجل؟ تلعبه لو انت ريحت اسبوع، او لو ريحت مثلا اسبوعين او شهر او سنه. الجنرال ده ان انت بتلعب اوزان خفيفه بتشغل عضلات الجسم كلها نايمه. اما لو خدت راحه يوم او يومين اعمل لك تمارين احماء بالدمبل كده، مثلا 1 من 1 ل10 مثلا قدام، اعمل احماء، تمام. الجنرال ده لو انت تعمله، لو انت مثلا خدت راحه اسبوعين ثلاثه شهر سنه، ان انت مثلا تشغل عضلات الجسم كلها النايمه. اما لو راحه يومين ثلاثه اعمل تمارين احماء فقط كتسخين للعضله عشان تعرف تتمرن على العضله. شكرا لكم.